على الأرجح أن قائد الجيش العماد جوزيف عون سبق أن نبه إلى أن الوضع على الأرض خطر جدا، لأن الأمن الاجتماعي انفجر أو يكاد ينفجر حتى يصل يتحول إلى فوضى. وعلى الأرجح أيضا أن السياسيين أو السلطة في لبنان لم تصغي إلى ما قاله قائد الجيش. بالأمس كان هذا تحذيرا واضحا بأن الحل ليس حلا أمنيا، وأن الجيش لن يكون قادرا على ضبط الوضع في حال استمر التدهور وهو مستمر. وبالتالي يبدو الجيش اللبناني وكأنه لقدره في هذه النقطة، وأن هذه المنظومة السياسية تلقي عليه أعباء ضبط الوضع، في حين أن الوضع أصعب من أن يضبط. الوضع في لبنان بات فعلا انهيار كامل لم يسبق لأي بلد في العالم أن عانى من هذا الانهيار. نعم. سيد أسعد، إلى أي مدى تستطيع المؤسسة العسكرية الحفاظ على استقلاليتها والابتعاد عن التجاذبات السياسية؟ هي فعلا تقوم بذلك، ولكن ليست المشكلة الآن بإداء قائد الجيش الذي يحافظ على يعني الجيش كضمانة، أحد الضمانات الأخيرة المتبقية للبنان. لكن المشكلة أن الجيش يوضع في مواجهة الناس الذين فقدوا سبل الحياة، وهذا أصعب ما يمكن أن تكلم به مؤسسة عسكرية، وهذا أصعب من أن يكون في طاقة الجيش على تحمله، لأن بالنهاية العسكر والضباط هم من الناس، ويطالهم ما يطال اللبنانيين من أهوال. بالتالي لا أستبعد في المدى القريب أن يصدر عن الجيش اللبناني أو قائده مواقف تنأى بالجيش إلى حد معقول عن الطبقة السياسية وعن الأضرار الكبرى التي تلحقها بلبنان، لأن الجيش لا يمكنه أن يستمر على الأرض بحالة جهوزية إلى ما شاء الله، وهو موضوع في مواجهة الناس، وليست هذه رغبته ولا قدرته. نعم. رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري اتهم الرئيس ميشيل عون بتعطيل الحكومة أو بتعطيل تشكيل الحكومة، برأيك من يقف وراء تعطيل الحكومة؟ حزب الله يقف وراء التعطيل وذراعه. ماذا يستفيد حزب الله من عدم تشكيل الحكومة؟ يريد أن يشكل حكومته الصافية بحلفائه الصافيين ميشيل عون وغيره، ولا يريد أن يبذل أي جهد يعني يضر بالهندسة التي طالما سعى إليها وأرساها، وهي أنه يشكل الحكومة من الأغلبية النيابية له ولحلفائه، ولكن ليس على طريقة سعد الحريري الذي أراد أن يشكل حكومة فيها هامش الحد الأدنى من القدرة على العمل. حزب الله لا يريد أن يمس بتحالفه مع ميشيل عون. نعم. شكرا. لأن عون يغطي سلاح حزب الله. شكرا على كل هذه المعلومات. كنت معي من بيروت أسعد بشارة، كاتب صحفي.